النشاط يتمثل في فورماسيون دو سيكوريزم بالنسبه للاعوان وادارات ليسات. مبادره طيبه من الاداره نتاع ليسات انهم يحبوا يكونوا الاعوان نتاعهم على خاطر احنا عندنا بزوان دو فورمي تو لا بوبيلاسيون تونيزيان. الشعب الكل ماذا بينا يتكون في سيكوريزم، علاش؟ على خاطرنا نجموا نوحلوا في سيتياسيون خايبه، ماذا بينا شكون يمد لنا يد المساعده كيما طبيب كيما مواطن عادي. فما كوبيراسيون تعاون بين الإدارة متاع ليسات السيد المدير ومدام بنفسج بن عليا المديرة متاع شمس كل. هو شوف صحيح مؤسسة خاصة لكن مؤسسة تعليمية عندها دور كبير كسوة كانت خاصة أو حكومية، لخاطر كله باش يعطي نتيجة باهية. معناها فما تعاون كبير بين المؤسسات الكل، وكيف ما هي مش تخرجوا من عندها من الوسط نتاعها كسوا دي تكنيسيان في ميادين معينة كيما في المؤسسات الحكومية. دونك احنا مانيش الكل ولاد المؤسسة الحكومية، حاجة باهية انه فما تعاون وفما تقارب متاع افكار وبرامج. اليوم النشاط هذا يندرج في نطاق معناها تكوين الموظفين للمعهد، والنشاط هذا بالضبط يعني هي تكوين في مجال السكوريزم يعني الإسعافات الأولية. وإحنا المعهد بحكم أنه المعهد توا يعني عدد طلبة قاعد في تصاعد، توا أكثر من 1000 طالب، والعام هذا بالذات يعني تعرفوا كيفاش وكل كورونا وكل، ولات عندنا حالات معناها حالات اغماء، حالات معناها نزيف، حالات اذا قلنا علاش لا، معناتها على الاقل احنا ركزنا على التقنيين في المخابر وبعض الموظفين والعملاء باش يعملوا تكوين في المجال هذايا، حتى ربما معناتها الانسان ينقذ انسان معناتها قبل ما نهزوه كل، على الاقل اذا كان فما اسعافات اوليه تتطلب يدخل العامل قبل ما تجينا الحمايه. هذا النشاط من تنظيم هيكل خاص بالقيرون وهو شمس سكول، اللي نشكره بالمناسبة لأنه بالحق معناها سيدة بنفسج هي حرصت كل الحرص باش نقوم بهالفورماسيون هذه تكون هذا، والحقيقة متعاونة معنا برشا وبارك الله فيهم ونشكرهم. بادرة تذكر فتشكر، وبالعكس معناها هي شمس كول الحقيقة مش متعاونة كان في مجال التكوين، حتى الحقيقة تعاونت معنا حتى في اتفاقيات مع شراكة مع دخلت باش نمضيو اتفاقيات شراكة مع المصنعين للطلبة كذلك، معناها باش تعمل فايدة للطلبة الحقيقة اي باش يعملوا، وحتى في تشغيل طلبة. قلت لك هذه شمس سكول معناتها الهيكل هذا متعاون معنا الحقيقة، احنا كمعهد متعاونة معنا برشا. الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.